وجودي معاكم. أنا من أبناء دائرة جنوب، وبعد كلام معالي النقيب ومعالي الأمين هيبقى صعب إن حد يتكلم بعديهم، ولكن أنا بحيي أساتذة شيوخ المهنة المكرمين اليوم وزملائي الأعزاء من الأبناء والبنات الزملاء الأعزاء. اليوم نحن نحتفل بشيوخنا وأساتذتنا، فهو يوم مشهود دائما لنقابة المحامين. نقدم لهم كل التقدير والاحترام على الطور المبذول اليوم في ممارسة المهنة وتعليم الأبناء وإخراج الأجيال. نؤكد ونذكر أنفسنا، أذكر نفسي وأذكركم أننا أصحاب رسالة. المحاماة رسالة وأنتم فرسانها. تحملون لواء الحق والحرية، ولولا صوت المحامي المدوي في الأفق وتحقق عدل وما استتب أمن ورمى فرقة رايات الحرية، فأنتم حماة العقيدة وجنود الثقافة وفضل الله لما فيه خير المهنة. عاشت نقابة المحامين بيت الوطنية المصرية وعشتم لها جنودا لمهنتكم ورسالتكم. والسلام عليكم.